وللأبحاث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، ومعي من القاهرة الدكتور رائد العزاوي، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية في القاهرة والخبير في الشؤون الإيرانية. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ نقاشي مع ضيفي من واشنطن السيد جوناثان. سيد جوناثان، هل تعتقد أن واشنطن ستتمسك بالمسار الدبلوماسي مع إيران بعد اجتماع بايدن بنت، أم أن شيئا جديدا قد يرشح عن هذا اللقاء؟ أظن أنه الآن إن الاتفاق الإيراني وطبعا العودة إلى هذا الاتفاق هو في غرفة الإنعاش، لأن الرئيس الإيراني الجديد ليس بهذه الحماسة للعودة طبعا، وبعدما أعطاه المبعوث مالي كل المساومات التي كان يطلبها، رفع العقوبات وطبعا تسهيل التجارة الإيرانية، ولكن أظن أنه الآن هناك شكل من أشكال هذه الفكرة المتمثلة في البيت الأبيض التي تقول أننا لن نعود الآن، ولكن في الوقت عيني هناك هذا الخيار الثاني، تقوية القوة الوحيدة في المنطقة التي تود أن تردع الإيرانيين، ونحن نتحدث عن هذه المساعي في البيت الأبيض وما يبدأ بالحديث في البيت الأبيض، ويجب علينا أن نبدأ بهذه المساعي الآن من واشنطن. هذا بالسؤال للدكتور رائد. دكتور رائد، كيف نقرأ توقف محادثات فيينا مع وصول رئيس إلى السلطة في إيران؟ تحية لك من مقامك الكريم سيدتي وبضيفك والسيدات والسادة المشاهدين. الحقيقة توقف المحادثات أمر يعني كان شبه متفق عليه، ربما إذا راجعنا تصريحات آخر تصريحات لظريف والعراقتي والمجموعة مجموعة التفاوض الإيرانية، نجد بشكل واضح بأن الإيرانيين لم يكونوا مستعجلين كثيرا للذهاب إلى الوصول إلى شكل من أشكال عودة الاتفاق أو نوع من الاتفاق حتى إعادة الاتفاق القديم. في النهاية أنا أعتقد بأنه الآن المفاوضات، تحديدا مفاوضات الملف النووي الإيراني، تسير في طريق شائك جدا. الإسرائيليين هناك ضغوطات كبيرة جدا تجريها إسرائيل داخل اللوبي الإسرائيلي داخل الولايات المتحدة الأمريكية. شيء آخر، هناك الحلفاء الآخرون خصوصا الحلفاء العرب الذين يضغطون على الرئيس بايدن. شيء آخر مهم الخارجي، ما حصل في أفغانستان أيضا يؤثر بطريقة أو بأخرى على هذه المحادثات. الشيء المهم الجديد المتغير الجديد أنه ثبت بشكل واضح أنه سياسة الديمقراطيين في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في ملفات الشائكة والمعقدة ومنها الملف النووي الإيراني أثبتت عدم نجاعتها، ولدينا أو لنا في أفغانستان مثل صارخ. إسرائيل ترى بأنه توغل وقوة إيران في إسرائيل، تريد أن لا يكون هناك تفوق إيراني. إيران بحسب كل الاستطلاعات الرأي، ربما سيتذكر جمهور المشاهدين ذلك، ربما إيران تفاجئنا خلال شهر نوفمبر أو بالأكثر يناير من هذا من العام المقبل بأنها تمتلك قنبلة نووية صغيرة ربما تتجاوز النصف كيلوغرام. ولهذا الإسرائيليين ينظرون من زيارة بنت عودة لأن تعود هناك الحرب الخفية وأن تكون المقاربة العسكرية أفضل كثيرا من مقاربة التفاوض مع إيران حول الملف النووي. شكرا لك دكتور رائد العزاوي على كل هذه التفاصيل. كان من المفترض طبعا أن نتعمق أكثر في هذا الملف، ولكن لضيق الوقت أشكرك على كل هذه التفاصيل. الدكتور رائد العزاوي، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية في القاهرة والخبير في الشؤون الإيرانية، شكرا لك. وأشكر أيضا ضيفي من واشنطن سيد جوناثان شانزز، نائب رئيس الأول للأبحاث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات. شكرا جزيلا لكما.